صباح الخير على حضراتكم من جديد. آخر فقرتنا في هذا الصباح في الحقيقة طبعا بنتكلم عن الاستثمارات الحكومية في الصعيد، وطبعا شايفين قد إيه في حوافز استثمارية للصعيد في قانون الاستثمار الجديد، وقد إيه بنقدم خدمات لكل من يرغب الاستثمار في الصعيد. في الحقيقة طبعا هي بيئة خصبة جدا اللي يحاول يستثمر هناك، العمالة هتكون متوفرة بشكل كبير، الأراضي هتكون متوفرة كمان بأسعار مناسبة، هيكون في حوافز بالنسبة للضرائب، توفير العمالة، كل الحاجات دي أكيد هتقدم بشكل أفضل. وإحنا شايفين كمان الطفرة الموجودة في الطرق في الفترة الأخيرة، وإزاي الدولة بتحاول توفر كل سبل الراحة لأي حد بيحاول يستثمر في الصعيد باعتبارها يعني مناطق خصبة جدا اللي جاذبة للاستثمار في الفترات القادمة. كمان عندنا إحصائيات بتقول حوالي 25.6 مليار جنيه استثمارات حكومية للتنمية في مناطق الصعيد المختلفة، بحسب طبعا التصريحات اللي صادرة من دكتور هالة سعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري. قالت كمان العام الجاري بيستهدف توجيه استثمارات حكومية بحوالي نسبة زي ما قلنا 25.6 مليار جنيه إن شاء الله لكل محافظات الصعيد. نتمنى يكون في فعلا استثمار حقيقي في هذه المناطق. أرحب بضيفنا الكريم أستاذ محمد عز الدين، رئيس نائب رئيس تحرير الأهرام. صباح الخير أستاذ محمد. صباح النور يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بيك. خلينا نروح نشوف تقرير ونتواصل بين لفة الحوار. أوكي. نتابعه إن شاء الله. بارتفاع بلغ نحو 20% مقارنة بالعام المالي السابق، أعلنت وزيرة التخطيط هالة السعيد أن خطة العام المالي 2018-2019 استهدفت توجيه استثمارات حكومية بحوالي 25.6 مليار جنيه لتنمية محافظات الصعيد. وأضافت الوزيرة أنه تم توجيه نسبة 51% من الاستثمارات لإقليم جنوب الصعيد بقيمة 13 مليار جنيه، في حين بلغ نصيب إقليم شمال الصعيد نسبة 26% ونسبة 23% لوسط الصعيد. وأكدت الوزيرة أن محافظة أسوان استحوذت على النسبة الأكبر من الاستثمارات، تلتها محافظة سوهاج وقنا. وأوضحت الوزيرة كذلك أن أهم البرامج التنموية المستهدف تنفيذها في إقليم جنوب الصعيد خلال العام المالي الحالي تتمثل في عدد من المشروعات في مجالات الصرف الصحي والتعليم والنقل والتخزين وخدمات الصحة والمياه. بالنسبة للاستثمارات الموجهة لإقليم شمال الصعيد، فقد استحوذت محافظة المنيا على النسبة الأكبر من الاستثمارات، تلتها محافظة بني سويف ثم الفيوم في مشروعات الأنشطة العقارية والخدمات الصحية والتعليم والنقل. وبالنسبة للاستثمارات الموجهة لإقليم وسط الصعيد، فقد استحوذت محافظة أسيوط على النسبة الأكبر، تلتها محافظة الوادي الجديد في مجالات الصرف الصحي والتشييد والبناء والنقل. يشار إلى أن الدولة تتبنى حاليا خططا تنموية تستهدف إحداث طفرة في إقليم ومناطق بعينها لم تنل فيما مضى القدر المناسب من الاهتمام، رغم ما تسخر به من خيرات وثروات وإمكانات تنموية ومنها محافظات الصعيد. اهلا بحضراتكم من جديد. اخر فقرتنا طبعا زي ما قلنا لحضراتكم، برحب مره اخرى من جديد من الاستاذ محمد عز الدين نائب رئيس تحرير الاهرام. برحب بك استاذ محمد. اهلا بك يا فندم. اهلا وسهلا. طيب خلينا نبتدي استاذ محمد نشوف الصعيد اخباره ايه والاهتمامات الموجهه من الدوله والحوافز الاستثماريه اللي بتوجه، وقانون الاستثمار الجديد كمان مخصص حوافز كتيره جدا اللي حاول يستثمر في الصعيد. تقييم حضرتك للخطوات اللي بتقدم من الدوله كحوافز للاستثمار في الصعيد. الحقيقة الاهتمام بالصعيد ابتدى بعد 30 يونيو تحديدا. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أصر على أن يكون هناك تنمية شاملة، بمعنى أن يكون هناك خريطة استثمارية واضحة تشمل كل محافظات مصر وليست محافظات التنمية الكبرى، القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وبعض المناطق الصناعية. تم إقرار خريطة استثمارية جديدة في شهر، تم مناقشتها في يونيو وإقرارها في يوليو الماضي، وتم وضع استثمارات بقيمة 25 مليار و 600 مليون جنيه لتنمية الصعيد للعام المالي 2018-2019. الحقيقة ده أكبر مبلغ يتم رصده للصعيد. كان هناك تشوه في شكل الاقتصاد المصري فيما يخص التنمية والإنتاج. محافظات الصعيد كانت تعاني في الماضي قبل 4 سنوات بشكل كبير جدا، كانت تعتبر منفى للموظف السيء، للشخص الغير مرغوب فيه، كان يتم نقله إلى محافظات الصعيد، لم يكن هناك اهتمام حقيقي بها، بالإضافة إلى تدني مستويات التنمية وخاصة في مستوى بالنسبة للطرق
البنية الأساسية. كل هذا تغير بعد إقرار السيد الرئيس بأن هناك ضرورة لتنمية شاملة كل المواطنين على السواء. لابد أن يكون هناك توازن في التنمية، ليس ولا تركيز على محافظات الوجه البحري والقاهرة كما كان يحدث في السابق. هناك نشر بكميات كبيرة للاستثمارات الجديدة، هناك مناطق صناعية، محافظات الصعيد العشر تم تقسيمها إلى شمال وجنوب ووسط، وهناك اهتمام بالقطاعات المختلفة في كافة هذه القطاعات الثلاث. هناك اهتمام كبير جدا، وأعتقد أن الفترة القادمة ستشهد المزيد من الاستثمارات وتدفق مشاريع البنية التحتية. هناك افتتاحات كان يقوم بها السيد الرئيس بنفسه، هناك زيارات متعددة من السيد رئيس الوزراء والسادة الوزراء، هناك اهتمام. السيد الرئيس أصدر تعليمات بإصدار وإنشاء هيئة تنمية الصعيد، القانون 157 لسنة 2018. هذه الهيئة تقوم بتنمية الصعيد والاهتمام بكافة المشاريع التنموية التي يتم إقرارها. وهذه الخطوة وإعلان وزيرة التخطيط بوجود هذه الاستثمارات تدل على أن الدولة جادة في تنمية الصعيد ومعالجة كافة المشاكل التي كان يعاني منها في الماضي. طيب بنتكلم برضو أستاذ محمد عن حوالي 25.6 مليار جنيه متخصص طبعا للاهتمام بمنطقة الصعيد، هل المبلغ ده كافي للاستثمار في الصعيد بشكل عام، ولا محتاجين ننمي أكتر من كده ومحتاجين استثمارات داخلية وخارجية برضو من رجال الأعمال، مش بس الدولة لوحديها اللي ممكن تستثمر في هذا المجال، لازم كمان يكون في يعني عرض أفضل بالنسبة للخارج كمان، عرض الحوافز، أعتقد العمالة متوفرة بشكل يعني رخيص وعمالة تكون مدربة، الأماكن الأراضي تكون موجودة بشكل كبير، الطاقة موجودة كمان، فإذا العناصر كلها بتكتمل وحوافز في الضرائب موجودة لمدة 10 سنوات سماح، يعني بنتكلم عن حوافز كبيرة جدا جدا لمناطق الصعيد. خلينا نبتدي من آخر نقطة، الحوافز التي يتم تقديمها. أحب أقول لحضرتك أنه الحوافز تصل إلى تقديم الأراضي بالمجان للمستثمرين الجادين للمشاريع التي ترغب الدولة في إنشائها، وتم بالفعل تقديم مساحات كبيرة من الأراضي لبعض المستثمرين، حوالي كانوا 28 مشروع، ما أعرفش دلوقتي ممكن يكونوا زادوا. هناك اهتمام بتقديم حوافز ضريبية، هناك العديد من المناطق الصناعية، هناك اتفاقات خارجية لتسويق إنتاج هذه المشروعات الجديدة الاستثمارية والمناطق الصناعية. أيضا إذا تكلمنا عن حجم الاستثمارات، إذا نظرنا لا أريد أن أقول الإهمال، وإنما عدم التركيز على محافظات الصعيد في الماضي، فهو بالطبع يحتاج لضخ أموال أكثر، ولكن هناك خطة تدريجية لإنعاش اقتصاد مصر بشكل كامل وإدماج محافظات العشر الخاصة بمنطقة جنوب مصر والصعيد في الاقتصاد القومي، ومساهمة كبيرة منها متوقعة في الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات المقبلة. طيب بنتكلم برضو عن مبالغ كبيرة جدا، بنتكلم عن ارتفاع كمان لو اتكلموا عن شوية أرقام، في ارتفاع بنسبة حوالي 20% بالمقارنة من عام الماضي بالنسبة للمصروفات الخاصة بالصعيد، بنتكلم عن 13 مليار جنيه بالنسبة 51% لإقليم الصعيد ولإقليم شمال الصعيد بنسبة 26%، وسط الصعيد 23%. دي المبالغ المخصصة أو الرصد اللي هو تفصيلات المبلغ 25 مليار جنيه، تفصيلاتها طبعا للشمال الوسط وجنوب الصعيد بنسب متتالية، بس في الحقيقة النسبة الأكبر جدا لشمال الصعيد. شمال الصعيد المحافظات الخمس لشمال الصعيد، ومحافظة المنيا تستحوذ على القدر الأكبر من هذه الاستثمارات. هناك خريطة، أيضا نقطة أهم لابد من ذكرها، هناك خريطة استثمارية تم وضعها، تم إدراج الفرص الاستثمارية المتواجدة في محافظات الصعيد للمرة الأولى في هذه الخريطة بشكل كبير. هناك مخطط لوضع أكثر من 600 فرصة استثمارية للمستثمرين المحليين والأجانب، تم الإعلان بالفعل عن 347 فرصة موجودة ومطبوعة في كتيبات وزارة الاستثمار، وبعض هذه الكتيبات كانت مرافقة للوفد المرافق للسيد الرئيس في جولاته الأخيرة، وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول التي يزورها السيد الرئيس. هناك اهتمام كبير جدا بتضمين
فرص الاستثمارات في محافظات الصعيد بشكل كبير في الخطط الاستثمارية ووضعها على الخارطة الاستثمارية لزيادة مساهمتها في الاقتصاد القومي. هذه الاستثمارات والمشروعات الجديدة لها العديد من الآثار، ليس فقط الآثار الاقتصادية ولكن الآثار الاجتماعية. كما نعلم هناك مشكلة كبرى تحدث في مصر منذ عقود، وهي الهجرة، هجرة أهل الجنوب إلى الوجه البحري والقاهرة، كما كان يحدث في سنوات طويلة لعدم وجود فرص عمل ارتفاع معدلات البطالة. كما تعلم، مع ارتفاع معدلات البطالة وعدم التشغيل يكون هناك مجال لظهور بعض الأفكار المتطرفة، وهو ما عانت منه بعض هذه المناطق في سنوات عديدة. لذلك فإن المشروعات الاقتصادية والاستثمارية والتنمية التي وجه بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تساعد على حل هذه المشاكل بشكل غير مباشر، بالإضافة إلى العوائد المباشرة الناتجة عن هذه المشروعات الاقتصادية والاستثمارية، بالإضافة إلى حصول كل مواطن مصري في هذه المناطق على حقه الطبيعي من التنمية والمستشفيات والطرق والاتصالات. هناك مشاريع كبرى تتم بالنسبة لهذه الأمور، وخاصة في مجال الصرف الصحي والري وأيضا الزراعة. هناك توجيهات بوضع خطة أيضا لتشغيل الشباب وأهالي هذه المناطق، وخاصة في الزراعة، بالإضافة إلى المشروعات الصناعية والتجارية المتوقعة. في الحقيقة برضو من أهم الحاجات اللي بنتكلم فيها أستاذ محمد، إحنا عندنا إنشاء مناطق جديدة زي مثلا من السويف الجديدة، عندنا المنيا الجديدة، أسيوط الجديدة، سوهاج الجديدة. إحنا مستمرين يعني على طول الخط كده، عملنا مدن جديدة. هل فعلا تساهم بشكل كبير في توفير مثلا أماكن إقامة أو إعاشة دايمة حتى للي حابب يتوطن في هذه الأماكن، فبالتالي يلاقي فرص العمل المناسبة ليه؟ إزاي ممكن يكون في ربط ما بين المدن الجديدة وما بين المناطق الصناعية الجديدة، فبالتالي نحدث إيه يعني إعاشة، النزوح، فكرة النزوح للقاهرة والدلتا عايزين نوقفها شوية. خليني أجاوب على حضرتك بسؤال بسيط. إذا نظرنا إلى بإشارة بسيطة عفوا إذا نظرنا إلى معدلات التواجد السكاني الفعلي في المدن الجديدة التي يتم إنشائها منذ 4 سنوات أو في الفترة الأخيرة عقب تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأنظر مثلا لمدينة السادات التي كانت مهجورة لسنوات. لماذا؟ لأن كان يتم إنشاء دون تخطيط شامل. السيد الرئيس يوجه بالتخطيط الشامل، لابد ليس مجرد أن يكون مكان سكني يهجره القاطنون فيه أو بجوار المصانع، ولكن هناك تنمية شاملة متكاملة بحيث يكون هناك مدرسة وجامعة وسوبر ماركت ليس وعاشة. ليس مجرد الأمور التجارية، الخدمات المتوفرة. الآن لا يتم الإعلان عن أي مشروع لوزارة الإسكان إلا بتوافر جميع الخدمات المتضمنة إليه، بالإضافة إلى وسائل الاتصالات والنقل. وهذا ما كان العقبة التي كانت تحول دون تسكين المدن الجديدة. المدن الجديدة الآن بتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي جاهزة للسكنة، جاهزة لبدء حياة جديدة وإقامة الأهالي العاملين في المشروعات المحيطة بها. ولذلك أعتقد أن التنمية حقيقية في الفترة المقبلة بالنسبة لمنطقة جنوب مصر. طيب برضو عايزين نتكلم على مش مركزين فقط على الصعيد، احنا عندنا كمان وظائف كبيرة جدا في منطقة القناة مثلا، وجه التحديد عندنا مشاريع الاستزراع السمكي، مشاريع صحرة سرابيوم وصحرة الحسنة اللي هيفتحوا إن شاء الله خلاص قريبا، عندنا أنفاق لسينا. بنتكلم برضو عن تنمية شاملة في منطقة القناة، وكنت لسه يعني كنا لسه موجودين في الإسماعيلية، وأكدوا كمان أن فرص العمل متاحة للجميع في الفترة القادمة إن شاء الله، وده اللي بنتمنى برضو يكون فيه يعني توطين برضو لأبناء القناة ويلاقوا فرص العمل المناسبة ليه. بالطبع كل ما ذكرته حضرتك وتفضلت به صحيح تماما. هناك عبور اقتصادي جديد لسيناء، هذه الشرايين الجديدة والأنفاق الجديدة إلى سيناء تمثل عبور اقتصادي وإعادة تأهيل للمنطقة. هناك مدن جديدة سيتم إنشاءها في سيناء، رفح الجديدة، هناك 5 مدن أيضا وتجمعات جديدة في الحسنة وبير العبد والعدي وثلاث مدن أخرى. هناك اهتمام كبير جدا بتعمير سيناء وتضمينها على خريطة المشروعات الاستثمارية، بالإضافة إلى المشاريع الجديدة في الغرب ومدينة العالمين الجديدة والمشاريع المرتبطة بمنطقة تنمية خليج السويس والعاصمة الإدارية الجديدة. هناك تنمية شاملة والعديد من المدن الصناعية
والتجمعات الاستثمارية التي سيتم الإعلان عنها تباعا. وأعتقد أن هذا ما كان ينقص مصر التخطيط الشامل والرؤية المتكاملة التي يصر عليها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. شكرا جزيلا استاذ محمد، سعداء بلقائك، وطبعا معلومات انتهى لنا بالنسبه للصعيد وبالنسبه كمان حتى المدن القناه. شكرا جزيلا عليك. شكرا جزيلا استاذ محمد، شرفتنا. صباح الخير عليك استاذ محمد عز الدين نائب رئيس تحرير الأهرام، شكرا جزيلا ليك. ده كان نقطه ختامنا مشاهدينا الكرام لبرنامج هذا الصباح لهذا اليوم، تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، غدا باذن الله فريق عمل جديد من برنامج هذا الصباح، ابقوا معنا على شاشه ثانيه، الى اللقاء.